رحبت منظمة الصحة العالمية بقرار مصر الهام بشأن قبول 81 مصاب ومريض من قطاع غزة لتلقي العلاج. وأعلنت المنظمة في بيان لها عن دعمها وزارة الصحة والسكان المصرية في التخطيط لإنشاء نظام شامل للفرز وتثبيت حالة المرضى وإجلائهم طبيا، وذلك بالتدريب المستمر للعاملين في الرعاية الصحية. كما تتعاون المنظمة مع جمعية الهلال الأحمر المصري لضمان توافر خدمات دعم المصابين. ودعت المنظمة إلى التعجيل بوصول المساعدات الإنسانية السريعة إلى داخل قطاع غزة وخارجه، بما في ذلك الوقود والمياه والغذاء والإمدادات الطبية، وإلى توافر إمكانية إحالة المرضى إلى خدمات الرعاية الصحية خارج غزة. وفي النهاية دعت المنظمة إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية لمنع المزيد من الخسائر والمعاناة. والحقيقة وأنا بقول لحضراتكم يعني كنا بنعرض يعني جزء من النجاح المصري في يعني الوصول لاتفاق بإدخال عدد 81 من المصابين والجرحى من أشقائنا الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، واستقبالهم بالأمس في سيارات إسعاف مجهزة. طبعا ده كان نجاح على هذا المحور، ولكن كان في نجاح آخر على محور آخر، وهو دخول أكبر عدد من المساعدات الإنسانية من خلال الشاحنات. بنتكلم على يعني كسرنا حاجز 50 سيارة بالأمس، وكانت معظمها يعني مساعدات غذائية، لأن الشاحنات الفترة السابقة كانت مركزة أكتر على الإمدادات الطبية. كان في نجاح كمان على محور ثالث الحقيقة، وإحنا شايفين دلوقتي في هذه اللقطة تحديدا على الشاشة، وهو دخول الأجانب والفلسطينيين مزدوجي الجنسية من خلال المعبر. ومصر كانت واضحة صريحة من بداية هذه الأزمة إن يعني أفشلت مخطط إن يكون معبر رفح مخطط ليه فقط عبور المزدوجي الجنسية والأجانب، وقالت إن هذا العبور كان بمقابل إدخال المساعدات المستدامة إلى قطاع غزة. فالحقيقة مصر امبارح كانت بتحقق انتصار، ولا زالت حتى هذه اللحظة في التعامل مع الأزمة وإدارة الأزمة في قطاع غزة باحترافية شديدة. وإحنا امبارح كنا بنتكلم على الدفعة الأولى، اللي انتوا شايفينه ده هو الدفعة الأولى من وصول الأجانب ومزدوجي الجنسية وعبورهم من خلال معبر رفح. في منهم طبعا يعني من انتقل لمطار العريش حتى يصل إلى يعني العواصم الخاصة به، وهناك من انتقل إلى القاهرة برا. والحقيقة زي ما بقول لحضراتكم ده كان نجاح كبير ومهم للإرادة المصرية التي تنتصر دوما. مصر يعني لا تفرض عليها أي إملاءات خارجية، بل مصر هي من تفرض إرادتها في هذه الأزمة منذ اللحظة الأولى وحتى هذه اللحظة. لأن الحقيقة امبارح كمان وقت ما المعبر بيتفتح يعني بنشوف الناس كانوا داخلين متوافدين، وهي لحظة واحدة بين الموت والحياة، لأن قطاع غزة يعني نار، لكن احنا هنا في مصر الحمد لله بلد الأمن والأمان. خليني أنتقل مع حضراتكم أيضا للهلال الأحمر المصري، واللي الحقيقة عامل دور مهم جدا جدا مع الهلال الأحمر الفلسطيني. وقال إن هو قام بتسليم نظيره الهلال الأحمر الفلسطيني الدفعة التاسعة من المساعدات الإنسانية العاجلة لأهالينا في غزة من خلال معبر رفح. ولفت الهلال الأحمر المصري لأنه تم تجهيز المساعدات بالاحتياجات الأساسية وفي مقدمتها الاحتياجات الطبية إلى جانب المساعدات الغذائية والمياه. ويواصل الهلال الأحمر الفلسطيني تلقي المساعدات الإنسانية من خلال مختلف الدول لتوصلها إلى أهالينا في فلسطين. في نفس السياق أيضا أورد الهلال الأحمر المصري طرق التبرع لغزة من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. والحقيقة مش بس الهلال الأحمر المصري، لكن كمان مبادرة حياة كريمة الحقيقة عاملة دور مهم جدا جدا، وكانت بتطلق مبادرة امبارح من إنسان لإنسان ومن طفل لطفل.
تفتكروا معايا في بداية الأزمة كانت أطلقت مبادرة مهمة جدا وهي قطرة دماء تساوي حياة، وشفناها انطلقت في العديد من الجامعات المصرية وتوافد عليها العديد من الشباب والمصريين المتطوعين بالتبرع بالدم لإخواتنا وأشقائنا في قطاع غزة، وأيضا امبارح من إنسان لإنسان حتى كان يعني في لمحة كده مهمة جدا جدا، الأطفال نفسهم كانوا بيساهموا في تجهيز المساعدات استعدادا لانطلاق القافلة الثانية، لأن احنا زي ما احنا فاكرين يوم 14 أكتوبر الماضي كانت القافلة الأولى من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومبادرة حياة كريمة انطلقت بحوالي 108 قاطرة مساعدات متعددة، وحتى المتطوعين يعني كانوا موجودين ومرابطين على مدار 18 يوم تقريبا على معبر رفح حتى لاطمئنان على وصول القافلة الأولى، وبالفعل القافلة الأولى كلها بكل القطارات وصلت بالسلامة لأهالينا في قطاع غزة، ودلوقتي الاستعداد للقافلة الثانية ولسه مستمرين، مصر مستمرة قيادة وشعبا في دعم أشقائنا في قطاع غزة. خلينا نروح بقى بعد الدور المصري وما تقوم به الجهود الحثيثة لدوليا، ايه اللي بيحصل بره وتداعيات العدوان الاسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.